من الناس من يشتغل بعيوب الآخرين وينسى عيوب نفسه، يشتغل بالناس، يتلمس عورات الناس وعثرات الناس ويحصيها عليهم ولا ينظر في عثراته وما يحصل منه، فينشغل بعيوب غيره وينسى عيوب نفسه. من الناس من يفني حياته ومجالسه وحديثه في الكلام بالناس، الكلام في الحوادث، الكلام في الأخبار، الكلام، لكن لا يفكر في أعماله، لا يفكر في مصيره، لا يفكر في تقصيره، يتوب إلى الله عز وجل. في الأثر: طوبى لمن شغله عيبه، شغله عيبه عن عيوب الناس. من هو منا هذا الذي يشتغل بعيوب نفسه ولا يشتغل بعيوب الناس؟ اللهم إلا القليل، قليل ما هم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فاشتغلوا بعيوب أنفسكم، وحاسبوا أنفسكم، وتوبوا إلى ربكم، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.